بقول لك يا دكتور، بص بقى تتشقلب بقى تتكور تقلب في شقلبازات. انا عايز عينة دم من الحيوان ده تطلعها من جسمه وتحطها في جسمي. بص يا دكتور، انا هفهمك الحوار من اوله لاخره عشان عارف انك انت ايه هتوه مني. الحيوان اللي قدام منك ده عنده قوة خارقة في جسمه بتخليه يطلع شبكة. انا عايز عينة القوة الخارقة دي من جسمه تتحط في جسمي علشان انا اللي اطلع شبكة. فهمت بقى؟ بس احنا كده هنحتاج عينة من الدم بتاعه. يا عم انا ماليش دعوة بالحوارات دي. بص يا دكتور، من الاخر كده انا عايز اطلع شبكة من جسمي. بقولك يا بابا، بالله عليك يا بابا، قوله ان انا كمان عايز اطلع شبكة من ايدي. بالله عليك اخرس يالا. خلاص انا اسف، كملوا شغلكم زي ما انتم. بص احنا هنجرب تجربة، لو نجحت يبقى خير وبركة، ما نجحتش يا عم ما تنبرش فيها، باذن الله هتنجح. اعمل التجربة وانت ساكت بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. بقول لك يا حاج، الداير. نعم الداير يا حاج، عشان تاخد الحقنة اللي فيها القوة الخارقة. ماشي، بس غطي عينك. ها تمام، ماشي بسم الله. حسيت بايه بقى؟ حسيت بوجع الحقنة. وربنا ما انا مكمل. دكتور حمار، بقول لك يا بابا، ما تجرب كده بابا، تطلع كده شبكة من ايدك. ما انا هجرب اهو، هجرب. دكتور حمار اداني واحدة في التوت. استغفر الله العظيم يا رب. بسم الله، عايزها تشتغل. ايه؟ ايوه كده، هو ده اللي انا كنت مستنيه. ده لو ربنا هفتقك يلا. بقول لك ايه، انا عايزك بقى تتفرج هعمل لك فيه ايه. ده اهو انا دلوقتي اللي بقيت بضرب شبكه وهو اللي مش بيضرب شبكه. اتفرج بقى على اللي هيحصل. بقول لك ايه يا بابا، هو انت ناوي تعمل ايه في سبايدر مان؟ كان سبايدر مان. من دلوقتي مفيش حاجه اسمها سبايدر مان، في حاجه اسمها بابا مان. ايوه بقى وريهم يا حاج. عيب عليك يلا، ده انا عايزك بقى تتفرج عليا وانا بنفخ لك طرطر مان ده. ايوه كده، هو ده الكلام. بص اهم حاجه بس دلوقتي، انا عايزك تاخد الحيوان ده تربطه في الكرسي اللي في الاوضه جوه، بس بسرعه، بس اهم حاجه قبل ما المنوم ده مفعوله يخلص. خلاص تمام ماشي يا بابا. بابا مان يا حيوان. خلاص تمام ماشي يا بابا مان. ايوه كده، الله ينور عليك، قوم يلا. اه يا دماغي يا جماعه، هو في ايه؟ لا مفيش حاجه يا حبيبي، كمل نوم. تسلم ايدك يا حبيبي. انجز نفسك بقى، يلا بقى قوم كتفه يلا في الكرسي اللي جوه قبل ما يفوق تاني. خلاص تمام ماشي يا بابا. استغفر الله العظيم يا رب، تاني برضو؟ خلاص تمام ماشي يا بابا مان. خلاص تمام ماشي يا بابا مان. تمام كده؟ اه تمام كده، قوم يلا. يا ساتر يا رب. بقول لك ايه يالا، انت متاكد ان انت ربطت الحيوان ده كويس في الكرسي؟ عيب عليك يا بابا مان، ده انا ربطه ربطه لو قعد يتشقلط يمين وشمال مش هيعرف يفكها. حلو قوي، فوق لي بقى كده الحيوان ده عشان عايزه. بس كده؟ من عيني حاضر. يا جماعه هو في ايه؟ اديله واحده تاني فوقه. ايه في ايه؟ ايه ده؟ وايه اللي مكتفني كده؟ بص يا مستر تسلخات انت، انا هفهمك كل حاجه. بقول لك ايه، ناديني باسمي. ها انا اسمي سبايدر مان. اه هو انت ما قلتلوش ولا ايه؟ لا ما قلتلوش. عشان كده. بص يا حبيبي، انت كنت سبايدر مان. ده اللي هو ازاي يعني؟ انا هقول لك ازاي. لما انت غدرت بيا وربطتني في الحيطه بالشبكه بتاعتك ونزلت، خليت ابني يجيب المقص من المطبخ ويقطع الشبكه اللي انت ربطتني بيها. وطبعا بعد حركه الغدر اللي انت عملتها معايا ديت، كان لازم اخد حقي منك. وفعلا قعدت افكر لحد ما لقيت طريقه جامده جدا اخد بيها حقي منك، وهي ان انا احط لك منوم في ازازه البرفان. واتفقت مع ابني ان هو يرش لك من ازازه البرفان اللي فيها المنوم. بس ابني بقى طلع جدع وخلاك انت ترش لنفسك من ازازه البرفان اللي فيها المنوم، وانا كنت قاعد عمال اراقبك، واول ما لقيتك وقعت على الارض من المنوم قمت مكلم الدكتور بسرعه علشان يجيلي. واول ما الدكتور ما جه خليته ياخد منك القوه الخارقه اللي بتخليك تطلع الشبكه ويحطها في جسمي. هو اه الصراحه ايده كانت تقيله شويه في الحقنه، بس الصراحه يعني اخد اللي فيه النصيب. وبعد كده قعدت اجرب اطلع شبكه من جسمي لحد فعلا ما لقيت جسمي بيطلع شبكه. بعد كده خليت ابني يكتفك ويربطك الرابطه اللي انت فيها دي. ايه رايك بقى؟ والمفروض ان انا صدق. ها ايه صدقت؟
صحيح ده الكلام طلع بجد يا خبر اسود ومنيل. وانت لسه شفت سواد؟ السواد كله جاي في السكه دلوقتي. بقول لك ايه يا ابني، هات التليفون عشان هصوره وهخليه عبره لاي بطل خارق عايز يلعب بديله. هات التليفون يلا. خد يا بابا مان، امسك اهو التليفون. هات. انا عايزك بقى ترفع راسك لفوق كده عشان الفيديو يكون حلو. ها بس تمام كده اهي. الرسالة دي بقى لأي بطل خارق عايز يلعب بديله. اهو الحيوان ده فكر يلعب بديله معايا، بس هي دي اخرته، مربوط في الكرسي زي الكلب زي ما انتم شايفين اهو. اتأخرت عليك؟ لا ما اتأخرتش، الله ينور عليك. بس اهم حاجة بس امسح الفيديو اللي كان بيصوره دلوقتي ده. ثانية واحدة من عيني. حاضر. لا 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 اوعى تمسح الفيديو. يا دي النيلة السودة، اتربطت في الحيطة تاني. قعدت اقول لك انا ده بطل خارج، بلاش تهزر معاه. بس يلا اسكت يلا. ومين ده كمان ان شاء الله؟ اقول لك انا بقى مين ده. لما انا قلت لكم ان انا رايح احل مشكلة بين سوبرمان وباتمان على نص فرخة سوري، هو اساسا ولا كان في مشكلة ولا كان في زفت. ده انا كنت عايز فلوس عشان كنت عايز اخرج مع صحابي. فبعد ما اخدت الفلوس وانت اصريت انك تاخد الفلوس مني وحصل ما بيننا مشاكل، فلزقتك في الحيطة بالشبكة بتاعتي واخدت الفلوس ومشيت. فكنت متأكد انك انت هتقعد تفكر ازاي تاخد حقك مني اول ما اروح البيت. فروحت لصاحبي وقلت له على اللي حصل وعرفته القصة من اولها لاخرها، واديته بدلة زي اللي معايا واديته ماسك زي اللي معايا برضه، واتفقت معاه ان انا اول ما اروح البيت يرن عليا، لو ما ردتش عليه يعرف ان في حاجه. وانا فعلا ما عرفتش ارد عليه عشان انت ربطتني في الكرسي، فهو كده اتاكد ان انا معايا مشكله، فجاء على طول اهو زي ما انت شايف. طب ازاي طيب طلع شبكه من جسمه والدكتور قدام عيني مطلع القوه الخارقه منك وحطها فيا وطلعت شبكه كمان بعد منها؟ لا الدكتور ده بقى انا مديله فلوس ومتفق معاه ان هو ياخد القوه الخارقه اللي في جسمي ويحطها في جسم صاحبي. وبالنسبه يعني للحقنه اللي الدكتور اديها لك دي، فدي حقنه دم عادي، وعلى الشبكه اللي انت طلعتها من ايدك دي كانت شويه قوه خارقه كده كانت متبقيه في الجسم وخلاص. يعني انت دلوقتي لو حبيت تضرب شبكه مش هتعرف. اه يا ولاد. طب تمام، يا نعيش عيشه فل يا نموت احنا الكل. بقول لك ايه يالا، اعمل الخطه البديله. من عيني. حاضر. احنا كده بالظبط قدام مننا دقيقة وهنموت كلنا. احيه بقول لك ايه يا اسطى، تعالى فكني بسرعة ويلا بينا نجري من هنا. تمام ماشي. القنبلة فاضل عليها 45 ثانية وهنموت كلنا. اجري يا اسطى. طب بابا دلوقتي هما مشوا ومفيش غيرنا، والقنبلة دي لو فرقعت هتفرقع فينا، بتتعطل ازاي ده يا بابا؟ دي بتتعطل ببصمة الصوت. طب عطلها طيب، عطلها لحسن والله العظيم كمان 10 ثواني ومش هتلاقيني قاعد معاك في الأوضة. اتعطلي. 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 طب استأذن أنا. خد هنا يلا الله يخرب بيتك. طب تعالى طب فكني طيب ونمشي سوا أنا وأنت. اتعطلي بقى الله يخرب بيت امك. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. كان عندك حق لما قلت لي دول ابطال خارقون وبلاش اللعب معاهم.